السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن ريل فين سايفر أو شفرة السياج. طريقتها كالآتي، وهي عندها في الحقيقة طريقتين، واحدة بسيطة والتانية أكثر تعقيدا، وما تعقيد بالمعنى المعروف، لكن الأولى أبسط. المعطيات انه بيديني مفتاح بيقول الدبث 2 او عمق 2، هنفهم العمق ده هو شنو بعد شويه. وبيديني المفتاح النص الصريح هو جمله عاديه meet me after the toga party. بفهم من انه الدبث 2 العمق 2 شنو، انه حوزع الجمله دي على صفين بالطريقه الاتيه. بمسك الجمله عاديه، باخد حرف في الصف الاول، الحرف اللي بعديه التالي بيكون في السطر الثاني، ثاني برجع الصف الاول بحط السطر الصف الحرف الثالث، ثاني برجع للصف الثاني بحط الحرف اللي بعديه. ملاحظين ماشي بشكل زجزاج كده؟ بكتب الجملة عادي النص الصريح بالطريقة دي. ملاحظين meet me after the توغا بارتي. ممتاز. كل اللي بعمله بعد ما عملت الحركة دي، بمسك الصف الأول واخدته، بمسك الصف الثاني واخدته معه، يعني بالشكل ده كده. ده كده بيقص النص المشفر للجملة meet me after the toga party. ام اي ام ام ما مفهومه. ممتاز. اذا قال لي انه الدبث 3 بنفس الطريقه، اللهم انه انا حنزل 3 سطور، حنزل السطر الاول الثاني الثالث، يعني حتبقى ام اي واي هنا، ده حاجي نازل طالع ثاني تي ام، وحاجي نازل ثاني ام اي، حتكون هنا الاي، وهكذا حتبقى عباره عن 3 سطور. في النهاية حلم الثلاثة سطور سطر سطر ووضعهم في صف واحد، ده اعتباره النص المشفر. نجي لتفك التشفير. اداني النص المشفر ده اللي هو شفرنا قبل شوية، المفروض افك تشفيره، وانا عارف انه المفتاح اللي هو الدبث 2، يعني دي المفروض تتقسم على سطرين. اشوف عدد الحروف كم، عدد الحروف دي زي ما هنا مكتوب 23، وعارف انها على سطرين، بقوم بكتب ال 23 على 2. ما حتقبل القسمة عدد صحيح، مش كده، حيكون في واحد زايد، يعني حتبقى 22، حنقول 22 معانا واحد، ال 22 على 2 اللي هي 11، يعني سطر حيكون فيه 11 وسطر فيه حيكون فيه 11، عندنا واحد لكن زايد، حنخطه في السطر الأول. الزيادة الواحد ده دايما بنخطه في السطر الأول، يعني السطر الأول حيكون فيه 12 حرف، والسطر الثاني هيكون فيه 11 حرف. لحد هنا دي 12، اخدتها في السطر الاول، وال 11 الثانيات هحطهم في السطر الثاني، وحرتبهم بالطريقة دي، وحاجي اقراهم بنفس الطريقة اللي تشفرت بيها meet me after the toga party. كده حصلت على النص الصريح. الطريقة الثانية اللي هي بيديني المفتاح عبارة عن أرقام. الأرقام دي متسلسلة لكن ما مرتبة، يعني ملاحظين هنا 1 2 3 4 5 6 7، ما مرتبة. بفهم منها دي كده 7 أرقام، وبيديني المفتاح، اديني النص الصريح جملة attack postponed until 2 AM تمها ب XYZ. بجي بعمل جدول زي ده، باخد فيه ال7 أرقام بتاعت المفتاح زي ما هي، واجي للنص الصريح أوزعه على الباقي المصفوفة أو على باقي الجدول صف صف، زي ما ملاحظين هنا attack postponed until 2 AM. ممتاز. بعد كده بعمل ايه؟
بشيل المفتاح، بشيل الصفوف ترتيبها بالترتيب الطبيعي، يعني بمسك الصف رقم واحد، بعديه الصف رقم اثنين، الصف رقم ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، بالشكل ده. الصف رقم واحد فيه تي، سوري، العمود رقم واحد فيه تي تي ان اي، هذه تي تي ان اي. اثنين فيه اي بي تي ام، اي بي تي ام. ثلاثة تي اس يو او، تي اس يو او. حطيتهم بالترتيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، رصيتهم. طبعا بعدين دي بس للتوضيح، ما حنعمل، ما حنخد مسافات ما بينهم، خليهم كده. ممتاز، دي كده شفرت الجملة attack postponed until 2 a.m. برسلها للشخص المصرح له اللي هو عنده المفتاح وعارف يفكها كيف. بيعمل جدول شبيه بالجدول ذاك لكن بأرقام بتكون متسلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، مرتبة. وبيمسك النص المشفر وبيوزعه على الأعمدة، يعني أول أربعة ديل تي تي إن إيه بيقوم بيخدها في واحد، تاني إيه بي تي إم بيخدها في اثنين، وهكذا بيرصها بالترتيب. بعد ذاك لأنه هو عارف المفتاح بيقوم بيعمل شافلينج، بيرتبها حسب ترتيب المفتاح، أربعة ثلاثة واحد اثنين، أربعة ثلاثة واحد اثنين، بيرتبهم بيحصل على نفس الجدول اللي احنا شفرناه به. بعد كده بيقراها طبيعي جدا، attack postponed until 2 a.m. بسيطة جدا، إن شاء الله تكون واضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.